برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة النيل الأخبار. ومشهد اليوم ينفتح على العراق وتركيا، حيث أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو أن هناك عملية ستقام بين عملية عسكرية بالطبع ستقام بالتوافق بين تركيا والعراق ضد حزب العمال الكردستاني والعناصر الكردية المتواجدة في شمال العراق. أكدت بغداد أيضا هذا التصريح من قبل وزير الخارجية التركي. وبالطبع ستتمحور هذه الحلقة حول مآل هذا التعاون العسكري التركي العراقي، رغم اختلاف الأيديولوجيات إلا أنها اجتمعت على محاربة فصيل معين. ما هي تداعيات هذه الحرب التركية العراقية على سير الأمور في شمال العراق وفي سوريا أيضا وفي المنطقة بأكملها؟ هذا ما سنناقشه من خلال هذه الحلقة التي نستضيف فيها الدكتور رجائي فايد، مدير المركز المصري للدراسات الكردية. مرحبا بك. أهلا وسهلا. اسمح لنا واسمحوا لنا مشاهدينا أن نتابع معا هذا التقرير حول هذا الموضوع، نعود بعده لبدء الحوار والمناقشة. كونوا معنا. عملية مشتركة مع بغداد ضد مسلحي حزب العمال شمال العراق، هكذا أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو، مؤكدا أن العملية التي ستجري عبر الحدود قد تبدأ بعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في مايو المقبل. وأوضح أغلو خلال مؤتمر صحفي أن تطهير العراق من حزب العمال الكردستاني وسائر التنظيمات الإرهابية ليس مهما لتركيا فحسب، وإنما لسوريا والعراق. واعتبر الوزير التركي أن العراق حقق نجاحا كبيرا في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عناصر حزب العمال بدأوا بالنزول من الجبال إلى مدينة كركوك في الوقت الراهن، وذلك حسب قوله. كما أضاف جاويش أن بغداد لن تشعر بأمن مع وجود هذه المنظمات على أرضه، مبينا أن العراق وإدارة إقليم كردستان العراق منزعجتان من تواجد مسلح حزب العمال على الأراضي العراقية. يشار إلى أن الطائرات التركية تنفذ بين الحين والآخر غارات جوية في مناطق حدودية شمال العراق، تقول إنها تستهدف تجمعات عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية. وجرى استئناف النزاع المسلح بين السلطات التركية وحزب العمال الكردستاني في يوليو من عام 2015 بعد انهيار الهدنة التي تم التوصل إليها بينهما في مارس من عام 2013. مشاهدينا، ونعيد الترحيب بضيف هذه الحلقة الدكتور رجائي فايد، مدير المركز المصري للدراسات الكردية والكاتب والمحلل السياسي في الشؤون الكردية والعراقية. مرحبا بك. أهلا بك. في البداية بوجهة نظرك، ما مغزى هذا الإعلان في هذا التوقيت؟ وهل فعلا الأجندة التركية تتوافق مع الأجندة العراقية في هذا؟ يعني هو تصريح وزير الخارجية التركي جاويش أغلو يدعو إلى الدهشة. أولا مسألة أنه هو يربط القيام بهذه العملية بعد الانتخابات العراقية، فمن الذي يقول أنه إذا كان قد حدث اتفاق حقيقي مع الحكومة الحالية أن تلك الحكومة هي التي ستأتي بعد الانتخابات البرلمانية؟ هذه واحدة. اثنين، من حوالي اسبوع رئيس الاركان التركي اللي هو اسمه اركان زار العراق، وطبعا بالتاكيد الزياره هدفها عسكري، اسمه خلوصي اركان، هو زار العراق وبعد عودته خرج هذا التصريح. لم يخرج من العراق اي تاكيد ل صحة هذا الاتفاق، باستثناء تصريح خرج من البرلمان العراقي من احد اعضاء مبدأ لجنة الامن القومي في البرلمان انكر حدوث هذا الاتفاق. تمام. الكلام المطروح، التواجد التركي
التواجد قصدي حزب العمال الكردستاني في الشمال العراقي اساسا في منطقتين، منطقه جبل قنديل وهناك ده المقر الرسمي لحزب العمال وهي منطقه بالغه الغروره، وهناك شبه استحاله انك تستطيع ان تدخل في حرب مع تلك المنطقه ايا كانت القوه. المنطقه الاخرى منطقه جبل سنجار اللي هي منطقه الايزيديين اللي كانوا تعرضوا لمذابح على يد داعش من قبل، موجوده فيها حزب العمال، قواعد لحزب العمال موجوده في هذه المنطقه، وهذه المجموعات اسهمت اسهام حقيقي في القضاء على داعش في هذه المنطقه. فانا اتصور انه اذا كانت تركيا تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني فهي تستهدفهم فقط في منطقه جبل سنجار اللي هي فيها الايزيديين. لكن السؤال دلوقتي، تركيا من 20 يناير حتى الان بتحاول ان هي تقتحم مدينه عفرين التركيه الكرديه الموجوده قرب الحدود التركيه. وطبعا اذا تحدثنا عن موازين القوى ليس هناك بكل تاكيد قياس لميزان القوى التركي والكردي. تركيا عضو حلف الناتو، ثاني قوة في حلف الناتو، القوة العسكرية الهامة على مستوى العالم. كل ما استطاعت تركيا أن تفعله من 20 يناير حتى الآن اللي هو ما يقل من 50 يوم، وهي المفروض عملية زي دي المفروض تنتهي في أسبوع، لم تستطع أن تأخذ شبر واحد من مدينة عفرين حتى الآن. هناك حوالي 300 قرية محيطين بعفرين، كل ما فيها عملية قبر وفر تستولي على القرية دي، بعد كده تجبر على الجلاء عنها بمعرفة قوات وحدات حماية الشعب. كل ما تقوم به عملية قصف جوي وقصف مدفعي على تلك القرى، وكل يوم بيسقط آمنين، ضحايا آمنين بيسقطهم نتيجة لهذا القصف. تمام؟ فيبقى تركيا التي لم تستطع أن تقوم بفعل حقيقي او نتيجه حقيقيه لعملياتها ضد عفرين، هل بامكانها ان تفتح على نفسها جبهه جديده اللي هي تحارب حزب العمال الكردستاني في منطقه اخرى؟ هذا ما اشك فيه كثيرا، اضافه الى ما ذكرته سابقا انه من يضمن ان الحكومه التي اتفق معها هي التي ستاتي بعد الانتخابات؟ ولماذا التاكيد على بعد الانتخابات؟ يعني لماذا التاكيد؟ تأكيد على بعض لماذا تحديدا؟ يعني هل هناك تيار معين تستشعر تركيا انه ستؤول اليه الامور يمكن ان يساعد في هذا الامر؟ صراع، هناك صراع حقيقي بين طرفين، رغم ان الطرفين بينتموا لحزب الدعوه العراقي. نور الملكي في مواجهه حيدر العبادي. ده الصراع الحقيقي على الانتخابات القادمه. اذا كانت تركيا بتزعم ان هي اتفقت مع حيدر العبادي، مع الحكومة التركية العراقية الممثلة في حيدر العبادي، فمن يضمن لها ان حيدر العبادي هو القادر؟ من الممكن نور الملكي هو اللي يفوز، وفي الحالة دي هناك حسابات اخرى. ولكن يعني اسمح لي، يعني الاثنان هم يعني محسوبون على الميل الى الاجندة الايرانية التي هي ايضا ضد الاكراد. برضو بالنسبة للأجندة، يعني في التقرير اللي أنا سمعته اتكلمهم عن إن الحكومة الكردية هي الأخرى يعني غير مرتاحة لوجود حزب العمال في المنطقة بتاعتهم، وبتسعى، وفعلا طلعت تصريحات منهم كتير، لكن نفس الإدارة الكردية العراقية في شمال العراقية لكن نفس الإدارة الكردية العراقية في مأزق حالي بعد الاستفتاء اللي كانوا اجروه، والتداعيات السلبيه اللي هي نتجت للانفصال عن العراق والذي فشل ولم يؤيد دوليا، لم يؤيد دوليا ولا اقليميا ولا عراقيا ولا، والشعب نفسه بيذوق حاليا مراره نتائج هذا القرار او هذا الاجراء الخاطئ. سبع ثمان شهور الموظفين لم يتسلموا الرواتب حتى الان. فأزمة اقتصادية خانقة، مطارات أربيل والسليمانية خرجت من الخدمة الدولية، أصبح دلوقتي بغداد هي المسيطرة،
والمطارات دي خرجت من الخدمة الدولية تماما، ودي أثرت اقتصاديا، المنافس الحدودية، السيطرة، يعني كل دي أدت لأن أيضا مكانة الحكومة الكردية في شمال العراق لم تعد في علاقتها مع الشعب الكردي بنفس القوة التي كانت من قبل، إضافة إلى الشعور العاطفي لدى الشارع الكردي تجاه حزب العمال الكردستاني على أنهم من نفس القومية، هو متعاطف معهم. ولك أن تعلم أن هناك قوافل بتخرج من شمال العراق، بتخرج من التسلل عبر الحدود حتى تشارك في الدفاع عن مدينة عفرين ضد الهجوم التركي. ففي الحالة دي مسألة إن هم لا ينقصهم مشاكل أخرى بعد الخنق الاقتصادي أن يحسبوا على تيار يعتبر تركيا هو تيار إرهابي. زائد المعترك السياسي الداخلي داخل العراق يجعل من الصعوبة بمكان أن طرف عراقي يدخل في تحالف مع تركيا من أجل أن يجي قوات أجنبية تدخل العراق. يعني في النهاية هم في النهاية ان قوات تركية ستدخل الدولة العراقية، وبالتالي هناك تيارات داخل الدولة العراقية سواء كردية او خارج الافراد ضد ان يحدث تدخل خارجي تركي في الارض العراقية. من هنا المسألة اتصور ان هي اصعب من ان تأخذ طريقها للتنفيذ والتحقيق. يعني ستكون هناك تعقيدات ستواجه هذه العملية؟ يعني هل ممكن تواجه قيام العملية من أصله وليس فشل في مرحلة التطبيق؟ يعني قيام العملية بالاشتراك كما ذكر بالاشتراك بين بغداد وبين أنقرة، أعتقد أن هناك تعقيدات هائلة تصعب من قيام هذا الأمر. طيب إذا عدنا إلى الشأن أو إلى الوضع الأمريكي في المنطقة، يستشعر الكثيرون أن هناك تقاربا وأن هناك مشروعا ما يعد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للعرقية الكردية في هذه المنطقة سواء في سوريا أو في العراق أو في مناطق أخرى. يعني هل ستوافق الولايات المتحدة أيضا على القيام بهذه العملية؟ الولايات المتحدة في مأزق لأنها حليفة لتركيا وحليفة للأكراد. نعم. هي تركيا العضو الهام في حلف الناتو، قاعدة أنجيرليك اللي موجودة عندها، فلا يمكن أن تدخل في خصومة مع تركيا أو من الصعب أن تدخل. في نفس الوقت بترى أن الأكراد عنصر فاعل جدا جدا في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وقاموا بدور مهم جدا، وبالتالي هي بتمدهم بالسلاح وبالتأييد المعنوي وكل حاجة. فهي في الموقف ده في مأزق بين حليفين لا تستطيع، وكما حدث في العراق هي كانت متحالفة مع الأكراد، لكن التحالف إلى مسافة محددة. لكن عندما دخل الأمر في موضوع الاستفتاء والانفصال، الولايات المتحدة قالت لا ونصحتهم بأن يتراجعوا وأن يؤجلوا إلى آخر الكلام ده كله. فهو تأييد الولايات المتحدة للأكراد لمرحلة، ولكن معي. العملية الكردية هي التركية فيما يبدو أنها غير مستهدفة لأكراد شمال العراق، هم كما قلت أنت حزب أو عناصر حزب العمال الكردستاني في تحديدا جبل سنجار. يعني هل سيضار أهل شمال العراق من هذه العملية الأكراد طبعا؟ يعني بكل تأكيد أي معركة على أرضهم هيضاروا منها، بكل تأكيد في مدنيين هيسقطهم، بالتأكيد في قرى ممكن تهدم. هل الجبل هو في داخل الجغرافيا الكردية في هذه المنطقة أم أنه على الأطراف؟ لا داخل المنطقة الكردية، جبل سنجار داخل المنطقة الكردية. ولن تكون هناك حرب في جبل قنديل؟ لا، جبل قنديل ده شيء بعيد تماما، جغرافياته بالغة الصعوبة. يعني هم حتى يعني انا لما كنت في بلوكسل كانت بدعم البرلمان الاوروبي من شهرين، اللي هناك القيادات اللي موجودة في بلوكسل قالوا احنا بنتلقى التعليمات من جبل قنديل، يعني احنا قيادات حزب العمال قياداتنا في جبل قنديل. وفعلا هم قيادتهم والمكتب السياسي كافة القيادات في المنطقة دي، ومنطقة من الصعب يعني عبث انك تدخل في صراع معاه.
في المنطقة متحصنين فيها تماما. طيب بصفتك متخصص في الشأن الكردي تحديدا، حدثنا عن أحقية هذه العرقية، هل لهم حق في إقامة دولة مستقلة أم أنهم بالفعل يعني هم موزعون بين دول تاريخيا؟ نعم، شوف أقول لحضرتك، هو في مستجد مهم جدا حدث في هذه المسألة. يعني مسألة حلم الدولة الكردية ده حلم راسخ في الأذهان عند الجميع، عند الطفل، تمام؟ لكن عفوا، من هم الأكراد في البداية؟ الأكراد مجموعة عرقية تنتمي إلى العرق الهندواري، لهم ثقافتهم، لهم لغتهم، لهم تقاليدهم، لهم تاريخهم، لهم الهندواري الآري الألماني الهندواري هندو آري تزاوج بين الهند بالضبط والأوروبيين الألمان تحت ده عرق هندو عرق قائم بذاته، لغة مستقلة، ثقافة مستقلة، عادات تقاليد إلى آخره، وأيضا منذ يعني عفوا منطقة من آلاف السنين من آلاف السنين موجودين في المنطقة وهناك علاقة ديالكتية بين الإنسان والمكان. الإنسان الكردي هو والمكان الاثنين في علاقة متبادلة، يعني أخذ من الجبال الجمال وأخذ من الجبال قسوتها. النفس تلاقيها قاسية جدا جدا لأنه تعامل مع الشداد، مع الشدائد، بيصارع الذئاب، بيصارع وهكذا يعني. طب تاريخيا هل كانت هناك دولة كردية؟ لم يحدث على الإطلاق في التاريخ دولة كردية باستثناء دولة مهاباد اللي استمرت لمدة 10 شهور، دولة مهاباد في كردستان إيران سنة 1946، واستمرت لمدة 10 شهور بدعم من الاتحاد السوفيتي، وعندما أنهى الاتحاد السوفيتي مشاكله مع إيران نفض يده من الأكراد فانهارت الجمهورية وتم إعدام قيادتها. بس لكن على مر التاريخ كانت هناك ولايات أو إمارات تتبع دول، يعني بنقول ان هم ايه دول، لا ما هو كانت كافيه في الوقت ده الدولة الاسلامية دولة الخلافة هي المسيطرة، ففي ولايات زي مثلا ولاية حلب، ولاية الشام، ولاية كل المنطقة كانت هذه احدى الولايات، بعض هذه الولايات كانت ولاية كردية زي ولاية الشدادين، ولاية المروانيين، ولايات كردية كانت تبع للباب العالي ولايات، اما دول فهذا لم يحدث باستثناء العشر شهور اللي كانت فيها دولة مهاباد. طيب لماذا يخططون الآن العرق الكردي لإقامة دولة مستقلة؟ في مهم أنا كنت عاوز أقول فيها إن في فكرة تانية ظهرت دلوقتي وهي صاحبها عبد الله أوجلان. عبد الله أوجلان 18 سنة في السجن، أفكاره اتبدلت 180 درجة. كان الأول أفكاره الدولة الكردية الكبرى وكردستان الكبرى، بعد ما دخل السجن بدأ يراجع أفكاره، فظهرت أفكاره من خلال سفر ضخم جدا كتبه بعنوان المرافعات، قدم لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية من أجل الإفراج عنه. في هذا السفر الضخم فلسفة جديدة تماما بيقول فيها الآتي: زمن الدولة القومية قد ولى، وإن في الفكرة القومية هي اللي جرت على الشرق الأوسط الولايات منذ نهاية القرن 19 حتى الآن. الفكرة القومية، الزمن هو زمن الأمة الديمقراطية اللي بتضم في جانبتها كافة القوميات والملل والنحل إلى آخره. طيب وهذه الفكرة هذه الفكرة تتشابه إلى حد ما مع فكرة دولة المواطنة التي ننشدها. طيب هل تحسب أفكاره يعني هو الآن عبد الله أوجلان هو سجين في السجون التركية، ما الذي يضمن أنه تحت ضغوط معينة قد يعني أخرج هذا الكتاب أو هذا الفكر؟ لا، الكتاب هو عبد الله أوجلان لقبه الصفة بتاعته عند الجميع القائد. بالنسبة للأكراد، بالنسبة لقسم ضخم من الأكراد اللي بيؤمنوا بأفكاره، والأفكار دي يعني بتتنامى شيئا فشيئا. بتتنامى على أساس يعني بدأت فكرة ان انا ابقى دولة مستقلة، يعني بدأوا يشعرون بلا معقوليتها او استحالة قيامها. فبدأت الفكرة عندهم ان ممكن تبقى الدولة تضم الكل مع بعض، والكل بيتمتع بالمواطنة الكاملة بكافة الحقوق والواجبات، شأنه شأن اي قومية اخرى او اي توجه اخر. طيب عند هذه النقطة تحديدا نتوقف، وقد انضم الينا السيد كفاح محمود كريم الكاتب
والمحلل السياسي من العراق. مرحبا بك سيد كفاح. وإذا كنت قد سمعت ضيفي الدكتور رجائي فايد، هو يتحدث عن فكر جديد لأوجلان، لماذا لا يتعايش الأكراد في دول تضم قوميتهم ويستغنون عن فكر الدولة الكردية؟ إذا لماذا يتقاتل أو على ما يتقاتل الأكراد الآن؟ تفضل سيد كفاح، هل تسمعني؟ فيما يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد كفاح محمود كريم الكاتب والمحلل السياسي. طيب نعود إلى فكر أوجلان مرة أخرى. يعني إذن فيما يبدو أن حزب العمال الكردستاني التركي غير مؤمن بهذه الأفكار؟ لا، ده هو قائد حزب العمال الكردستاني، هو صاحب تلك الأفكار وجميعا تبنوا هذه الفكرة. طيب لماذا تحاربهم الدولة التركية الآن؟ يعني هي هي الدولة التركية بتتعامل مع هؤلاء على إن ممكن هذا يكون نوع من التقية، إنما ده شيء مثلا تمرير الأمور، تكتيك مرحلي، تكتيك مرحلي، فضلا عن إن نفس يعني في بينطلق من جبل أنديل بيعملوا عمليات عسكرية، فضلا عن إن في شمال العراق، ما هو في عندي في شمال العراق دلوقتي فيدرالية كردستان العراق، في سوريا موجود فيدرالية روج أفا أو فيدرالية شمال سوريا، وهي متبنية فكرة عبد الله أوجلان، لكنها فيدرالية موجودة قائمة الآن وليها إداراتها وليها تنظيماتها وكل شيء، بل أنها على تقارب مع الحكومة السورية، وبالتالي من خلال هذا التقارب في قوات من الحكومة السورية أو على الأقل قوات شعبية تابعة للنظام السوري دخلت عفرين للدفاع عن عفرين، على أساس أن عفرين أولا وأخيرا أرض سورية، مدينة سورية، فدخلت ومتشاركهم في الدفاع. فهي تركيا بشكل عام دايما تتوجس من أي تطور سياسي لأكراد دول الجوار، أي تطور سياسي لأكراد دول الجوار، خشية على ذلك من أمنها القومي الداخلي، على أساس أن هؤلاء سيشعلون النعرة القومية لدي أكراد الداخل، وبالتالي فيه ضرر فادح على الأمن. طيب القومي حتى ننفتح أكثر على الصراع القائم بين تركيا والأكراد، هل هذا الصراع هو صراع تاريخي منذ نشأة هذه القومية داخل الأراضي التركية، أم أنه صراع حديث؟ لا، يعني هو الصراع أصلاً الأكراد شاركوا كمال أتاتورك في ثورته على الدولة الإسلامية، كانوا عنصر فاعل، ثم بعد ذلك نكل بهم وانقض عليهم وبدأ يتكلم لا يوجد في تركيا إلا أتراك، أما هؤلاء الذين يزعمون أنهم من أعراق مختلفة ليس لهم مكان بيننا سوى أن يكونوا عبيدا أو خدما. الأكراد كانوا أتراك صعدوا إلى الجبل وتوحشوا وعوج لسانهم إنهم أتراك الجبل، لم يكن هناك اعتراف بأي قومية على الإطلاق، بل أنه يعني في نائبة أقسمت القسم في البرلمان باللغة الكردية تم فصلها وحكمت بالسجن اسمها ليلى زانة، أفرج عنها مؤخرا ليلى زانة، هناك نائبين ذهبوا للبرلمان بالملابس الكردية تم إعدامهم، يعني كان عملية نفي شامل لأي وجود غير تركي على الأرض التركية. حدث انفتاح فيما بعد يعني حدث انفتاح فيما بعد، سمح لهم بالإذاعات الكردية، تلفزيون كردي، صحف تعليم إلى آخره، لكن بعد يعني هم متواجدون في شرق تركيا جنوب شرق تركيا، جنوب شرق تركيا، ولهم حقيتهم وعدد في كبير التعليم باللغة، وعدد كبير قد يصل إلى تلت عدد سكان تركيا، وتلك هي الخطورة الحقيقية اللي تستشعرها أي حكومة، إن دول أخذوا حقهم، ولديهم حزب مثل حكم في ذات. حزب رسمي حزب العمال المصنف حزب الشعوب الديمقراطي، لكن رئيس الحزب في السجن دلوقتي صلاح الدين دمتراش تم سجنه وقيادات في الحزب تم سجنها بالسبب ان هو بيعتبروه الذراع السياسي لحزب العمال الكردستاني.
فتم سجن رئيس الحزب الى اخره. لكن هو يعني ايه المساله داخل تركيا كدوله في ساحه عرقيه. يعني كلمه الاتراك يعني الدوله كلمه مثل ايران مثل ايران فيها اتراك اكراد عرب لاز شركس يعني عدد هائل من القوميات. فلو تركيا اعطت المجال للاكراد لاي شكل من الاشكال هتدي الفرصه بعد كده ممكن تتفتت الدوله. ده وجهه نظر الحكومه التركيه، وبالتالي فهي واقفه بالمرصاد وبعنف وبقوه ضد اي تطور سياسي، بل تتمنى ان تقضي عليهم جميعا. تتمنى، لكن التمني شيء وامكانيات الواقع شيء. طيب دعنا يعني نتحول الى نقطه اخرى. يقال ان هناك مشروعا تركيا لاستعاده امجاد الدوله العثمانيه، ومن بينها العوده الى الكولونيالات العثمانيه التي كانت تحتلها من قبل. هل يدخل الصراع في شمال العراق مع الاكراد في هذا الاطار، ام ان هذا امر مختلف؟ هو لا شك ان المطامع التركيه بالنسبه لاي حد للمنطقه كلها بالكامل قائمه. لكن هنا بقى كمان يعني احنا ايه لازم ندخل العنصر الايراني في المساله. هو الصراع التاريخي الايراني العثماني من زمان، من ايام موقعات جالديران واتفاقيه أرضروم الى اخره، في صراع تاريخي بين الطرفين من زمان. لكن والشيء العجيب رغم كل ما بين الدولتين من تناقضات وصراعات، اتفقا سويا ضد استفتاء شمال العراق. يعني لاول رغم كل ما بينهما من تناقضات، على اساس ايه؟ ان ايضا ايران لها نفس التوجس تجاه الاكراد اللي موجودة عندها، والاكراد اللي موجودين عندها ايضا علاقة ايديولوجية مع عبد الله اوجلان، حزب بيجاك اللي هو الحياة الحرة بيجاك، علاقة ايديولوجية مع عبد الله اوجلان ومع فيدرالية روجافا. وكل دول موجودين بيكونوا مجلس اشبه بالبرلمان الكردي في اوروبا، موجودين كل دول مع بعض. موجودين اوروبا هنا. تتبنى الفكر الكردي كعرقيه متحدة. لا مش مساله تتبنى، بتسمح لهم كاحدى القوميات اللي موجوده في المنطقه يعني يقولوا افكارهم ويعبروا عن ارائهم. هل هناك تعاطف الماني مع هذه العقيده تعود الى الجنس الاري؟ لهم تواجد مهم جدا جدا في المانيا. الاكراد، وانا طبعا شفت الكلام ده بنفسي لما كنت في بروكسل، وشفت مدى قوتهم، ولهم تلفزيون هناك، منطقة تكاد تكون قرية بالكامل بتاعتهم، تلفزيون موجود، تواجد مهم. يعني كون ان هم يدعوني اذهب لهناك وتجيني الدعوة باسم البرلمان الاوروبي، يعني الدعوة ليا هناك، فيما يبدو ان هناك قوة طبعا. يعني قوة ناعمة او قوة سياسية. البرلمان الاوروبي لما يدعوني بناء على طلب من أكراد. من الاكراد هناك، طبعا دليل ان هم لهم تواجد مهم يعني هناك. هل نستطيع ان نقول ان هناك مشروع اوروبي يدعم فكره اقامه دوله كرديه في المنطقه؟ لا ما اعتقدش. لا اعتقد. هم بيسمحوا لهم. بوجهه نظرك كيف تحل هذه الازمه؟ يعني في النهايه هؤلاء هم عرب، هم قومية. عرقيه وقوميه ومن يعني ينتمون الى المذهب السني، وهم نعم. غير يعني هم غير منفصلين عن النسيج الاجتماعي والثقافي. نعم. في لقد قابلت انا منهم وهم مغرمون بالسينما المصريه وبالدراما المصريه، ويتحدثون ايضا العربيه بالاضافه الى الكرديه. نعم. كيف يمكن لملمت الامور مع هذه العرقيه، خاصه انها من نسيج العالم العربي، من مكونات ثقافه المنطقه؟ بالطبع. مكونات. شوف اقول لحضرتك، انا عملت ندوه عندي في المركز عن فكره الامه الديمقراطيه ومدى تقاربها مع فكرة دولة المواطنة. ودخل معايا واحدة اسمها إلهام أحمد، رئيسة مجلس سوريا الديمقراطي، دخلت معانا النقاش عبر السكايب، وكان لقب. هو المسألة ايه بالظبط؟ أول حاجة على المستوى التركي، الأكراد داخل تركيا
حل المشكله الكرديه داخل تركيا يكمن في شيء واحد، الافراج عن عبد الله اوغلان فقط. ايوه، لو افرضوا عن عبد الله اوغلان، وكانت الكلام ده كانت مفاوضات وصلت الى خلاص للخطوه الاخيره الى ان حدثت محاوله الانقلاب الفاشله واللي ادت لانقلاب في السياسه التركيه. اتفقوا عليه انه يطلع وتتحدد اقامته ببيته ويسمح ليه بعدد محدود يزوروه الى اخر الكلام ده كله، زائد يبداوا يدي لهم حاجه اشبه بالحكم الاداري البسيط، الثقافه يعترف بهم الكلام. كل الكلام ده ينهار بعد محاوله الانقلاب الفاشله اللي حصلت في تركيا. فهو لو عبد الله اوغلان تم الافراج عنه في اطار المفاوضات اللي كانت تمت سابقا وما توصلوا اليه، في الحالة دي فكرة الأمة الديمقراطية أو فكرة زمن الدولة القومية قد ولى، وهي فكرة من الممكن يتم حصد نتائج طيبة ليها على المستوى التركي وعلى المستوى السوري وعلى المستوى العراقي، وبذلك تنمو هذه الفكرة، ستعلو فكرة الأمة الديمقراطية عن فكرة الانفصال. بالظبط، وأنا شخصيا بدعمها حاليا، يعني لقناعتي ان هي حل ناجع لهذه المشكله وللعديد من المشاكل في المنطقه. طيب، وقد انضم الينا الان السيد رعد كريم المحلل السياسي من العراق. بوجهه نظرك، هل تتوافق الاجنده العراقيه مع الاجنده التركيه في هذه الحرب التي اعلن عنها وزير الخارجيه التركي بالامس في شمال العراق ضد حزب العمال او عناصر حزب العمال الكردستاني؟ بالحقيقه لحد الان يعني الحكومه العراقيه لم تصدر اي قرار في هذا الخصوص، ولكن هناك اتفاقيه حتى بعد صدام ان بحسب لتركيا الدخول الحدود 15 كيلو متر، هذه الاتفاقيه لم تلغى يعني بالمواثيق الدوليه، وهناك كانت قوات تركيه موجوده حتى اذان وجود داعش في هذا الموصل، واعتقد ان العراق لم يدخل في حرب مشتركه ضد الاكراد، ولكنه لم يعلم على هذا التقليد التركي بشكل رسمي. هل سيضار الاكراد، نعم، اكراد شمال العراق من هذه الحمله التركيه، ام انها ستستهدف فقط عناصر حزب العمال الكردستاني؟ هو بالضبط ما يقصدون حزب العمال الكردستاني، وايضا يعني هو تلويح ايضا بعدم تقديم اي دعم كردي لعسكريين في سوريا. ايضا يعني هو اعلان عن ان الاتراك موجودين وبقوه عسكريه، ويشيرون الى مسارده عراقيه، ولكنها لم تدعم رسميا بخطاب رسمي من الحكومه العراقيه. يعني إيه؟ طيب، هو ما موقف الحكومة العراقية من حزب العمال الكردستاني والذي تتواجد عناصره في جبال قنديل وسنجار في شمال العراق؟ الحكومة العراقية يعني الحكومة المركزية منذ فترة طويلة تركت هذا الأمر لكردستان الإقليم، وما عندها في إشكال مع الإقليم، فالامر يعني غير واضح تماما، ولكنها لا تريد اضطرابات اكثر، وتريد ان تحل الاشكال مع الاكراد بصوره عامه قبل ان تفكر في هذه. اذا بوجهه نظرك، هذه الحمله التي اعلن عنها تركيا هي تحديدا لمنع وصول امدادات من شمال العراق الى منطقه عفرين السوريه حتى تستطيع تركيا السيطره عليها؟ يعني اغلاق هذا المنفذ يجعلها مرتاحه تماما في التقدم، وستكون امينه من اي تدخل عسكري هنا او هناك. نعم، الأستاذ رعد كريم المحلل السياسي كنت معنا من العراق، شكرا جزيلا لك. فيما يبدو أنها ليست عملية تركية عراقية، ولكنها عملية تركية تستهدف تكتيكيا منع أو قطع خطوط الإمداد مع منطقة عفرين السورية حتى يمكن أن تستطيع السيطرة عليه. لا والله، أنا أعتقد أن هذا الإعلان هو إعلان موجه للداخل التركي، لأن الداخل التركي حاليا لا، المسألة طالت بالنسبة لعفرين، طالت وفيه ناس قتلى بيجوا وفيه وفيه وفيه، ففي تململ
من يعني من العملية. فأشبه بالقفز إلى الأمام. إنما لا ما هي خطورة منطقة عفرين بالنسبة لتركيا؟ يعني ما الذي يقلق تركيا؟ أقول لحضرتك تركيا بتسعى إلى أن لا يكون هناك تواجد كردي في غرب الفرات. لماذا؟ غرب الفرات هيؤدي للبحر الأبيض المتوسط. هي عملت قبل كده عملية درع الفرات لمنعهم من الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. لأن إن وصلوا للبحر الأبيض المتوسط من الممكن وفق الأدبيات اللي موجودة في ذهننا من زمان إن يكون يعني كانت أحد المشاكل التي تواجه قيام الدولة الكردية أنه لا منفذ لها على البحر. لو جبتها من إيران إلى تركيا إلى العراق إلى سوريا لا يوجد منفذ على البحر. فلو تمكن الأكراد وهم كانوا اقتربوا كثيرا من الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط شمال مدينة اللاذقية بين مدينة اللاذقية والحدود التركية اللي هي ولاية الإسكندرونة بين اللواء الإسكندرونة كادوا أن يصلوا إلى هناك. فهي عملت عملية درع الفرات لإبعادهم عن الوصول للبحر المتوسط. ده أول حاجة. عاوزة بتكمل العملية دي عاوزة تنقلهم إلى شرق الفرات حتى يبتعدوا تماما عن البحر. بالضبط. لا يوجد اي تواجد. ما هو مصدر القوة التي الذي سيستمدونه اذا وصلوا الى البحر؟ يعني حسب ادبيات ما هو حسب الادبيات ان من المشاكل اللي بتواجه قيام الدولة لا منفذ لها على البحر. يعني اذا تقدر تحصلها وتخنقها في اي وقت. ايوه. فاذا تمكنت من الوصول للبحر الابيض المتوسط في هناك اصبحت الدولة الكردية الممتدة من ايران الى تركيا الى العراق الى سوريا ليها منفذ على البحر ايا كان المنفذ ضيق ولا لا يعني. فهو تركيا الاول في عملية درع الفرات ابعدتهم عن البحر الابيض. حاليا عاوزة تستكمل هذه المهمة. هو في مدينتين موجودين غرب الفرات اللي هي عفرين ومنبج. وهي عاوزة الاول تخلص على عفرين ثم تنتقل الى منبج. وبالتالي لا يصبح لهم وجود غرب الفرات. بمعنى انها يعني تنهي التواجد ام انها تبيد؟ لا تبيد. لا تنهي التواجد. التواجد الاداري. ان هي في حكومه هناك حكومه موجوده كرديه لها ممثليات في المدن بنظام معين هرمي الى اخره. فهي عاوزه تنهي هذا الوجود. ما يبقاش في تنظيمات مسلحه ووحدات حمايه الشعب ما تكونش موجوده في المنطقه، تكون شرق الفرات. ويبقوا بقى محصورين في شرق الفرات. حتى لا يصلوا الى البحر. يعني نقطه هامه ناقشنا العديد، اثرت العديد من النقاط الهامه وكشفت الكثير من الاسرار حول هذه الحرب التي يبدو انها تكتيكيه بالدرجه. طبعا. لا واعلاميه للداخل التركي. بالطبع لانه حس ان هذه العملية قد طالت الى حد العملية طالت ويجب الا تطول. لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة غير شكر الدكتور رجائي فايد مدير المركز المصري للدراسات الكردية والكاتب المحلل السياسي في الشؤون العراقية والكردية. شكرا جزيلا. شكرا. الشكر موصول لكم مشاهدينا. الى اللقاء.